دكتور، يمكن في 5 سنين مروا على الحادث ده، كلنا اكيد مش قادرين ان احنا ننساه او ننسى الاثر اللي حصل لنا وقتها. ليه حضرتك السنه دي بالتحديد قررت ان انت تعمل لهم او تهديهم 21 تمثال؟ والفترة اللي مضت طبعا كانت لسه الكنيسة بتبني ليهم المبنى بتاعهم، ومن حوالي سنتين احضروا الجسامين بتاعتهم من ليبيا. لما ابتدى المشهد يكتمل فكر نيافة الأنبا بفنيت اسمه ترانس مالوت ان هو يعمل لهم نصب تذكاري يخلد هؤلاء الشهداء اللي هم ضحوا بأرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في 2015 على ساحل مدينة السرت. ولأن المشهد كان مؤثر وكانوا طبعا الناس يعني اتخذوا يعني غدر، يعني كانش ليهم يعني قوة ان هم تدافعوا عن نفسهم او فكان لازما يعني يبقى في تخليد لهذه البطولة بتاعتهم، ان هم ناس يعني في نظر الكنيسة ناس اقوياء حافظوا على مبدأهم، فضلوا ثابتين راسخين. ومجرد ما طلب مني نيافة الأنبا بفنيتيوس ان نعمل نصب تذكاري يخلد ذكراهم اللي هو موافق 15 فبراير، الكلام ده من حوالي 4 شهور، جهزت له تصميمين اختار منهم واحد اللي هو اللي اتنفذ دلوقتي. التصميم عبارة عن 4 مدرجات ما واقفين عليهم الشهداء في تسلسل تدريجي كده بحيث أقدر أشوف كل الصفوف بتاعتهم، وفي الآخر تمثال من وراء للسيد المسيح كأنه بيحتضنهم زي ما باين في الصورة كده. صورة أكيد معبرة دكتور طبعا.